محاكمة القرن أو محاكمة العصر؟ أوجيه سيمبسون انولد في عام 1947، وهو أشهر لاعب كرة قدم أمريكي في فريق بافلو بيلز، وفي له إنجازات كثيرة لحد ما اعتزل في عام 1979، واتجه للتمثيل وللإعلانات وصار مشهور وإله مكانة كبيرة في المجتمع، وكان أول لاعب أمريكي من أصل إفريقي بيحصل على هذه المكانة في كرة القدم الأمريكية. وتجوز من فتاة اسمها نيكول براون، أمريكية بيضاء من أصل أوروبي، واستمر زواجهم أكثر من 7 سنوات، لكن زواجهم كان فيه كتير مشاكل. كانت براون دائما تشكي من أسلوب جوزها في التعامل، وكان دائما يعتدي عليها بالضرب لحد ما طلبت الطلاق منه، ومن هنا بدأت قصة محاكمة العصر أو محاكمة القرن. بس قبل ما نبدأ قصتنا، لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بالرغم من الشهرة والمظاهر، ما كانت علاقتهم مثالية، كانت معقدة ومليانة بالحب والغيرة والخيانة. وبعد هيك اتطورت المشاكل، اتعود أوجي على ضرب نيكول أكثر من مرة وتم تعنيفها بشكل رهيب، حتى وصلوا لقرار الانفصال عام 1992، وكان بينهم طفلين. في ليلة 12 يونيو عام 1994، حوالي الساعة 10 مساء، سمع أحد الجيران صوت كلب بينبح، وكانت المصيبة بعد ساعتين عثروا على جثتين، وكانت جثة براون ورون جوردمان أمام شقة نيكول. عثرت الشرطة على جثة نيكول وفيها عدة طعنات في الرأس وفي الرقبة، وبعد الجروح العميقة اللي كانت بدها تفصل رأسها عن جسمها من كتر ما إنها طعنات غميقة. وعثروا كمان على جثة رون وكمان فيها طعنات وكتير جروح، وكان رون في بيت نيكول عشان يعطيها النظارات اللي نسيتها في المطعم تاعت إمها، وراحت الشرطة لبيت أوجي عشان تخبره بوفاة زوجته، لكن هنا كانت الصدمة، وجدوا أثر للدم في المكان، فاقتحموا المنزل بدون مذكرة تفتيش، وعثروا على جوز من القفازات اللي هو الكفات الإيدين، بيشبه القفازات اللي عثروا عليها في الجريمة. وبعد فحص الحمض النووي للضحايا وأوجيه والحمض النووي على القفازات والأماكن، أصدروا مذكرة اعتقال لأوجيه لأنه مشبوه فيه إنه يكون القاتل الرئيسي. طلبت الشرطة من أوجيه بعد هيك يسلم نفسه، وفعلا وافق على تسليم نفسه. في يوم 17 يونيو عام 1994 الساعة 11 صباحا، لكن أوجيه ما ظهر لحد الساعة 2 مساء، وراح أحد أصدقائه عمل مؤتمر صحفي عشان يوصل الرسالة للناس. وفي نفس اليوم الساعة 26 دقيقة مساء، واحد من الأشخاص شاف أوجيه راكب سيارته اللي نوعها فورد برانكو، خبر الشرطة وصارت الشرطة تطارد فيه، وهذه المطاردة شافها 95 مليون شخص عبر شاشات التلفاز. وفي النهاية تم القبض على أوجيه، ووجهوا تهمة القتل لأوجيه بشكل رئيسي.
تحليل الحمض النووي لبعض الدم اللي وجدوه في سيارة أوجي أثبتوا أنها بترجع لأوجي ونيكول أورون، ومن الأدلة اللي عثروا عليها أجزاء دقيقة من شعر أوجي كانت موجودة على جثة رون، وكمان تحليل الحمض النووي للكفة اليسرى من القفازات وبين الدم اللي عليها مزيج من دم أوجي ونيكول أورون، ومن الأدلة اللي عثروا عليها كمان أثار حذاء في موقع الجريمة بسبب الدم. واكتشفوا انه نوع الحذاء نادر جدا وما انتجوا منه الا 29 زوج، وكان اوجي بيمتلك نفس الحذاء. اما بالنسبة لرأي الدفاع، اوجي شكل فريق قوي من المحاميين وعلى رأسهم جوني كوكران، واطلقوا على هذا الفريق اسم فريق الاحلام لانه في محاميين من اشهر واقوى المحاميين في امريكا واكثرهم تكلفة. والادلة اللي قدمها الدفاع كانت مبنية على شيء مهمين: اولا فساد شرطة لوس انجلوس وتجميع الادلة بشكل خاطئ، وهذا بيرجع لفساد الشرطة وعنصريتها اتجاه الامريكيين الافارقة، طبعا هذا حسب رأي الدفاع. كشف الدفاع انه الشرطة تعاملت مع موقع الجريمة او مسرح الجريمة بطريقة غير احترافية، وبالتالي لا يمكن الاعتراف او الاعتماد بالادلة اللي جمعتها الشرطة. مثلا الشعر اللي لقوه على رون وقالوا انه لا اوجي، الدفاع رد على هذا الدليل انه الشرطة غطت الضحايا بملاية او غطاء كان موجود في داخل المنزل، وبالتالي من الطبيعي انه يكون عليها شعر اوجي لانه كان يتردد على البيت من حين لاخر. وحسب قول الدفاع انه قبل ما يقبض على اوجي قامت الشرطة بسحب من اوجي 8 سنتي من الدم، اكتشفوا انه سنتي ونص من الدم مفقودة، فبالتالي بامكان الشرطة وضع هذا الدم في مسرح الجريمة وداخل سيارة اوجي. والغريب الدم اللي عثروا عليه كان في مادة EDTA، وهذه المادة بتكون في الأنابيب اللي بيحفظوا فيها عينات الدم عشان تمنعها من التجلط اللي هو التكتل الدم، وبالتالي وجود هذه المادة في الدم اللي موجود في مكان الحادث دليل على زرع الأدلة متعمدا. طبعا الادعاء رفض رأي الدفاع وقال هذه المادة بتكون في الدم طبيعيا، والأمر المفاجئ في المحكمة كشفوا تسريبات صوتية للمحقق مارك فورمان في حوار مع احد الاشخاص، فكان بيتكلم عن السود بطريقة عنصرية وكان بيعبر عن مدى كراهيته للسود، وكمان بيحب ضرب المشتبه فيهم، وانه هو وزملائه اتلاعبوا وزرعوا ادلة قبل هيك، وطالب الدفاع بادراج هذه التسريبات كدليل قوي بهذه القضية. وهيئة المحلفين مش مسموح لهم انهم يعرفوا ايش بدور في العالم الخارجي من اخبار وغيرها لحد ما تنتهي القضية، بينما رفض الادعاء هذا الامر لانه هيأثر على رؤية هيئة المحلفين للأمور بموضوعية، لأن القضية قضية قتل وليس قضية عرض، فمش لازم يعتبروها من الأدلة. وفي النهاية وافق القاضي لانس إتر على إدراج أجزاء معينة من الأشرطة، لكن في لحظات في المحكمة غيرت مجرى القضية، ومن هذه اللحظات كريست داردن عمل مفاجأة لزملائه في فريق الادعاء، طلب من القاضي انه يجعل اوجي يلبس القفازات اللي لقاهن في مسرح الجريمة، وكانت هذه الخطوة سيئة جدا من طرف الادعاء، بحيث انه كل الناس والمحلفين شافوا قفاز القاتل ما بيتناسب مع اوجي. من أهم قواعد المحاماة إنك ما تسأل سؤال ما بتعرف إجابته أو نتيجته. وبعد استمرار هذه القضية لمدة عام كامل، بعد ما قدم كلا الطرفين الإدعاء والدفاع الكم الهائل من الأدلة لهيئة المحلفين اللي كانت مكونة من 12 شخص، أصدروا أمر بمناقشة هذه الأدلة،
والحكم في هذه القضية المعقدة. وفي حادثة صارت في عام 1991 كان إلها تأثير كبير على قضية أوجي، وهي حادثة ترون ديكينج. في عام 1992 قامت شرطة لوس أنجلوس بضرب أحد الأمريكيين الأفارقة ضرب مبرح، وهم بيقبضوا عليه تم تصوير الحادثة بشكل خفي. ولما انتشر هذا الفيديو أثار جدل في الشارع الأمريكي على قضية العنصرية. بالرغم من وحشية هذا الفيديو وتبوت الجريمة، لما حاكموا هدول الضباط البيض اللي قاموا بالضرب والاعتداء تم تبرئهم من كل الجرائم، وهذا الأمر أدى إلى إثارة الجدل في الشارع الأمريكي وخاصة الأفارقة. وبعد استمرار هذه القضية لمدة عام كامل ومناقشة هيئة المحلفين للأدلة، توصلوا لقرار في غضون 4 ساعات فقط. بالنسبة لقضية القتل، وجدت هيئة المحلفين انه أوجي سيمسون غير مذنب. اما عن ردود فعل المجتمع الامريكي، قضية أوجي سيمسون أظهرت مشكلة العنصرية في المجتمع الأمريكي. فالقضية كانت مش عشان نقول أوجي مجرم ولا مش مجرم، بل كانت قضية العرق الأبيض ضد العرق الأسود. وفي ختام قصتنا لليوم، انتوا شو رأيكم؟ هل أوجي فعلا بريء؟ وإنه الشرطة لفقت هذه الاتهامات أم إنه مذنب؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.